الأستاذ محمد الحرسي، استشاري التحول الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك، ويعني اعياد سعيده يعني على الشعب المصري جميعا. يعني يا رب كل سنه وحضرتك طيب وبكل خير. وحضرتك طيب، اهلا بيك. عايزين نتعرف على احدث يعني التطورات في تطبيق واتساب اللي تم الاعلان عنها خلال الساعات اللي فاتت. حضرتك بقى اشرح لنا كده ايه التفاصيل وايه اللي يهمنا في هذه التطورات. طيب خليني اوضح ان يعني واتساب دايما او يعني ميتا وهي الشركه اللي تمتلك طبعا فيسبوك وواتساب وانستغرام، يعني بتسعى جاهده دايما تبقي المستخدمين يستمتعوا ببعض المميزات الجديده. خليني اقول ان واتساب كان اخر يعني ميزتين حقيقه اتاحهم، وهو فكره ان الشخص يقدر يبعت لنفسه بعض الرسائل على الموبايل بتاعه. الخاصية الثانية ان كان حقيقة حضرتك لازم تكوني موجودة قدام جهاز الكمبيوتر او الحاسب الآلي. أيوه. عشان يقبل الواتساب او الواتساب ويب. أيوه. يعني من خلال الحاجة بنستخدمه على اي نوع براوزر على الحاسب الآلي او جهاز الكمبيوتر او اللابتوب بتاعي، فلازم ابقى جهازي متصل بالجهاز الاخر. واتساب الحقيقه قالت لا، يعني هضخ يعني هتيح ميزه ان ممكن يكون الجهاز مش موجود جنب حضرتك، ولكن يعني الجهاز الحاسب الالي الاخر او اللابتوب هيفضل بيستمتع بميزه الواتساب على الويب ان هو فعال ونشط. يعني التعديل الجديد هو هيكون يقدر يشغل الواتساب على الموبايل وعلى الكمبيوتر في نفس الوقت وهم مش جنب بعض. على الكمبيوتر، على اربع اجهزه كمبيوتر، هو بس اللي عايز اوضحه. مش موبايلات يعني؟ مش هو موبايل واحد متصل بجهاز لابتوب، هيبقى بدل جهاز لابتوب او جهاز ديسكتوب هيبقى اربع اجهزه متصل. عشان بس في بعض يعني اختلط الامر ان انا هستخدم الواتساب على اربع اجهزه هاتف محمول، وده مش موجود في يعني حاليا الخبر هو المقصود بيه اتصال الهاتف المحمول الخاص بيه او جهاز الموبايل باربع اجهزه حاسب الي اللي هو سواء ديسكتوب او لابتوب. لكن يتم استخدام الواتساب على الاربع اجهزه في نفس التوقيت عادي جدا؟ في نفس التوقيت. والحقيقه انا يعني بحاول يعني هناك بعض الاجتهادات لتفسير يعني هذه الخاصية، لأن الحقيقة البيان مش موضح تفاصيل أكثر على فكرة ليه الخاصية أو الميزة. طبعا شارح المميزات في فكرة الأربع أجهزة متصلة بهاتف محمول أو موبايل. وخليني أوضح أن اللي هيستمتع بالخاصية دي يمكن نطاق الأعمال، يعني بعض الأعمال مرتبطة بفكرة الواتساب للتعامل مع العملاء، فبالتالي لما يبقى رقم الحقيقة هاتف محمول متصل بأربع أجهزة، فالأربع أجهزة حاسب آلي هيقدروا يتعاملوا مع العملاء ويرسلوا رسائل مختلفة للعملاء المتصلين. ولكن هناك عيوب محتاجين نبقى يقظين ليها، لأن أحب دايما أن احنا نبقى يقظين في التعامل مع هذه الأنماط من التطبيقات. ان في مشاكل كتير بتحدث يا فندم، ان انا بكون في مكان مؤقت، يعني في مكان شغلي مثلا او في مكان يعني مش مكاني الاساسي، فبتصل بالواتساب واسيب الحساب مفتوح. واسيب. بفكر حضرتك ان الميزه ان الجهاز لو مش موجود متصل كالاول بيطلب من حضرتك في كل مره اعمل له لينك او اوصله بالموبايل، لينك ما بين الموبايل وما بين الجهاز. حاليا طالما حضرتك اتصلتي بهذا الجهاز وعملتي ابروف او موافقه او مصادقه مع هذا الجهاز، فبالتالي هيفضل يفتح الواتساب الخاص بحضرتك. لكن هل الخاصيه دي تم تفعيلها ام ان الموضوع لسه لم يفعل يا استاذ محمد؟ الاعلان يعني تم من خلال يعني خلال امبارح الحقيقه. الخاصيه تحديدا لسه قايد، يعني بعض المستخدمين يعني قالوا ان هم قدروا يستخدموا الخاصيه، ولكن بعض المستخدمين لسه تباعا لان هي قيد التجربه. يعني احنا كنا بنتكلم على العيوب. اولا ان في مشكله ان لو فتحت الحساب الخاص بك على جهاز كمبيوتر وانت يعني ده جهاز شغل او سايب المكان، دي اول خطوره. بالتالي انا شايف ان هذه الخاصيه مفيده لو انا في نطاق اعمال وهذا رقم الهاتف المحمول خاص بواتساب بيزنس او نطاق اعمال ده، لكن واتساب شخصي الحقيقه لو انا في بيتي واربع الاجهزه موجودين في بيتي
وانا مطمن يعني موجودين في بيتي وانا عايز استخدم الواتساب على الاجهزه اللي موجوده في بيتي اقدر اعمل كده. لكن الحقيقه الافراد ان هم يفتحوا الواتساب على اجهزه في مكان او مقر مؤقت ده طبعا غير مناسب. حاجه تانية مهم نفعل المصادقه الثنائيه على الواتساب بحيث ان لما يتم استخدام الواتساب على اي جهاز اخر بالحقيقه بيبعت لي اشعارات ودي من الخصوصيه او في الخصائص الخصوصيه الموجوده على الواتساب. دي نقطه مهمه جدا. طيب خليني أسأل حضرتك على فكرة الداتا أو المعلومات اللي هتكون متوفرة على الأجهزة، يعني يمكن بيكون كل حاجة موجودة على الموبايل طول الوقت، هل الكمبيوتر كمان أو الواتساب على الكمبيوتر هيفضل محتفظ بكل المعلومات، يعني بالصور بالفايلات بكل حاجة موجودة على الواتساب؟ بص انا من الواتساب انا الفايلات اللي موجوده بتبقى من خلال المحادثه من شخص الى شخص اخر هتبقى موجوده في الهيستوري او تاريخ المحادثه. وخليني اذكر دايما الساده المشاهدين احنا بنتكلم في جموع المشاهدين ان كل ما يتم ارساله على الواتساب احنا لا نمتلكه. يعني هناك نسخه موجوده او نسخ موجوده في الشركه المالكه لهذا التطبيق تمام؟ فبالتالي على الخوادم الرئيسيه الخاصه بها، فبالتالي دايما بنؤكد ان الواتساب هو تطبيق للتراسل المباشر المؤقت. يعني ما استخدمش فكره ان انا احتفظ بوثائق، احتفظ بكلمات سر، احتفظ ببعض الصور اللي انا مش المفروض تكون مكانها على الواتساب. ليه؟ لان الواتساب هو هدفه الرسائل المؤقته وهناك خاصيه مهمه ان هي بتسمح ان انا لما اكون في محادثه ما بيني وبين شخص اخر افعل فكره الحذف التلقائي بعد 24 ساعه او بعد اسبوع او بعد 90 يوم. فبالتالي الميزه دي مهمه عشان اي رسائل موجوده ما بيني وبين شخص اخر يتم مسحها تلقائيا. انا شخصيا حقيقه بمسح المحادثات بعد 24 ساعه. ليه؟ لان انا بستخدم الحقيقه الواتساب في نطاقه الاساسي وهو التراسل المؤقت وليس ان انا احتفظ ببعض الوثائق. في بعض الاشخاص بيستخدموا الواتساب ان هو يبعت خاصيه اللي هو يبعت لنفسه ويحتفظ بكل المعلومات اللي ممكن ينساها او اللي يحتاجها، اي وثيقه عمل، اي بيان ببعته لنفسي عشان لما احب احتفظ بيه اوريه على الموبايل. هذه ليست الطريقه المثلى للاستخدام. دي معلومات مهمه جدا، لكن نستنتج من التحديث الاخير ان اكثر المستفيدين بيه هيكونوا اصحاب الاعمال او الناس اللي عندهم بيزنس، ده بالنسبه لهم هيكون ليه فايده كبيره. مظبوط، لان انا الا لو انا شخص امتلك اربع اجهزه حاسب الي او اربع اجهزه لابتوب، واعتقد ان ده مش يعني مش للاشخاص العاديين.